في إطار العمل على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب الاستثمار في السوق المصري وجعله مركز محوري عالمي لتصدير المستلزمات الطبية والتجميلية، تم عقد مؤتمر صحفي حول مستقبل تلك الصناعات الواعدة في مصر وإلقاء الضوء على أبرز المستجدات والإنجازات التي تم تحقيقها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. نشارك معاكم أخبار إيجابية خاصة بالاستحواذ، أولها طبعا تضاعف نمو المبيعات في خلال سنة فاتت. رقم اتنين، الحمد لله استطعنا ان احنا نكون موجودين في 30 دولة في 30 سوق في مستحضرات التجميل. تلاتة، الحمد لله وصلنا لنسبة منتج محلي من 45% ل 65%، بيعيد على الاقتصاد المصري بالايجاب، لان احنا في الاخر بنشتغل طبقا لاستراتيجية مصر 2030 في توطين الصناعة المصرية وجعل مصر مركز اقليمي للتصدير. واخر حاجة الحمد لله بنشارككم كمان، الحمد لله احنا كبرنا البورتفوليو او المحفظه بتاعه المنتجات مستحضرات التجميل من 10 منتجات ما قبل الاستحواذ لاكثر من 20 منتج، الحمد لله حاليا بيخدموا 30 سوق اللي احنا بنصدر له. كما تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض دوره تلك الشركات القابضه والرائده في مجال الصحه العامه وصناعه المستلزمات والورق الصحي في الدور المجتمعي وتبنيها عدد من المبادرات المجتمعيه التي تعمل على الارتقاء بالمواطن المصري صحيا وتعليميا واجتماعيا. عندنا عدد من المبادرات اللي قلنا بنشتغل عليها سنين، منها محو الأمية قعدنا فيها أكثر من 9 سنين بنشتغل على إنه محو الأمية وتمكين المجتمع، ونشتغل على موضوع التعليم. كمان دائما بنعطي فرص تدريب للطلاب في مصانعنا وأقسامنا، ومؤخرا أطلقنا برنامج مسؤولية مجتمعية جديد مندرب فيه طلاب الجامعة، بنساعدهم إنه يستعدوا لدخول سوق العمل، يشوفوا إيش المهارات المطلوبة بسوق العمل. وإن شاء الله إحنا في السنوات القادمة رح نعمل على تطوير هذا البرنامج. السيدات في المجتمعات الأقل حظا ساعدناهم إنه ينشئوا مشاريعهم ويصير عندهم مشاريع مدر للدخل، وهم يديروا هاي المشاريع وبالتالي تحسن مستوى معيشتهم. توطين صناعة المستلزمات الطبية والتجميلية في مصر واحدة من الخطوات المهمة في إعداد مصر لتكون محطة محورية للتصدير لكافة دول العالم وبخاصة القارة السمراء. محمد حلمي، النيل للأخبار.